جدد أبناء الجالية السورية تضامنهم مع وطنهم سوريا خلال وقفة تضامنية في العاصمة روما، منددين بالهجمة الغربية الصهيونية التي يتعرض لها. عاجلا أم آجلا ستخرج سوريا من أزمتها منتصرة بصمود شعبها وبتضحيات بواسلها الأبطال في معركة الدفاع عن الوطن. بهذه الكلمات نظم أبناء الجالية السورية في إيطاليا بمشاركة اللجنة السورية الإيطالية والجبهة الأوروبية لدعم سوريا وقفة تضامنية في العاصمة روما مع وطنهم الأم، مجددين رفضهم للحملة الشرسة التي تتعرض لها وتستهدف أرضها وشعبها. المشاركون في هذه الوقفة جددوا دعمهم لسوريا في وجه العصابات الإرهابية المسلحة وداعميها الإقليميين والدوليين، مستنكرين ممارساتهم الإجرامية بحق الأبرياء من أبناء الشعب السوري. بدوره أكد المطران هيلاريون كابوتشي مطران القدس في المنفى أن سوريا قوية وستنتصر على أعدائها. لهذه المسيرة كالمعلن على رؤوس الأشهاد للملأ مساندتنا الكاملة دون قيد ولا شرط إلى أمنا العريضة سوريا. عاش سوريا الأسد. وأكد أبناء الجالية أن سوريا كانت وما زالت وستبقى القلعة الصامدة بوحدة شعبها وجيشها وعبر دورها الداعم للقضايا العربية في وجه القوى الاستعمارية والصهيونية التي تستهدف المنطقة.